هنتعلم انجولار مع بعض واحده واحده. انجولار هو فرونت اند فريم ورك. الفرونت اند هو الواجهه الاماميه لاي موقع، يعني اي حاجه بتشوفها قدامك لما بتدخل اي موقع، ودي بتتعمل ب HTML مع CSS وجافا سكريبت. فانا هفترض ان عندك شويه اساسيات عن HTML و CSS وجافا سكريبت مع خلفيه ولو بسيطه عن نود جي اس، على الاقل تكون بتعرف تتعامل مع NPM. مع الوقت ظهرت لايبرز بتسهل علينا كتابه الاكواد زي jQuery، وبعدها ظهرت لايبرز متقدمه اكتر زي React، ودي تفرق عن jQuery انه بيستخدم فيرتشوال دوم عشان الموقع يبقى اسرع، وكمان فريم وركس زي انجولار. الفرق بين انجولار ورياكت ان انجولار فريم ورك، لكن رياكت لايبراري. الفريم ورك عباره عن منصه جاهزه فيها معظم الادوات اللي هتحتاجها متجمعه جاهز، فبتضمن ان الاجزاء كلها متوافقه مع بعض، وكمان بيجبرك على باترن معينه عشان تطبق بيست براكتسز. اللايبراري بتدي لك الكور فانكشناليتي وانت بتتعامل مع نفسك بقى، يعني بتجمع الاجزاء من مصادر مختلفه وبتتاكد بنفسك ان كلهم مندمجين مع بعض، يعني ما بتكونش منصه جاهزه للشغل على طول. وده احد الاسباب اللي تخليني ارشح لك انجولار دايما. وسبب تاني انها من انتاج جوجل، فهتلاقي كل الخدمات اللي الابلكيشن بتاعك محتاجها موجوده في مكان واحد وانتجريتد جاهزه كلها مع بعض من غير اي مجهود منك، مش بس الفريم ورك. عاوز اناليتكس هتروح لجوجل، عايز استضافه عند جوجل، ستورج في جوجل، خدمات سحابيه عموما موجوده في جوجل كلاود بلاتفورم، وعشرات الخدمات التانيه. الفكره بقى ان الخدمات دي كلها بتشتغل مع بعض كويس جدا، ومش محتاج تتعب نفسك في البنيه التحتيه لانها كلها متظبطه لك على الجاهز في مكان واحد، ومع ذلك تقدر في اي وقت تستخدم اي خدمه من اي بروفايدر تاني براحتك. يلا بينا بقى نعمل اول ابلكيشن. هتقول لي ايه ده يا عم، هو انت شرحت حاجه اصلا عشان نقدر نعمل ابلكيشن؟ لا، انت سيب لي نفسك بس وهتعرف تعمل كل حاجه بنفسك، ما تقلقش. بما ان الكورس بتاعنا عملي وبيعتمد على انك تشتغل بنفسك بدل ما تقعد تسمع كلام نظري كتير، فيلا نعمل ابلكيشن حقيقي باستخدام انجلر. اول حاجه هنفتح تيرمينال عشان نسطب الباكج بتاع انجلر سي ال اي. سي ال اي يعني كوماند لاين انترفيس، يعني الاوامر اللي احنا هنكتبها في التيرمينال او الباور سيل او ايا كانت بتستخدم ايه. فهنستخدم طبعا npm، فهنقول npm install، هنسطبها جلوبالي عشان نستخدمها في المشاريع بتاعتنا عموما. كل الحاجات بتاعت انجولار او كل الباكجز بتاعت انجولار تحت السكوب اللي اسمه at angular. احنا عايزين نسطب السي ال اي تحديدا، هنستنى عليه شويه لغايه ما يخلص. ودلوقتي بعد ما باكج انجولار سي ال اي اتسطبت، نقدر نستخدم كل الاوامر بتاعت انجولار تحت ng. لو عايز اعمل ابلكيشن جديد فبقول له نيو وهدي له اسم الابلكيشن، وليكن مثلا احنا هنعمل ديبو كورسز وده ابلكيشن بينظم يعني الكورسات بتاعتنا. بيسالني عايز تعمل انجولار روتنج ولا لا، فانا شخصيا انا في معظم الاوقات بفضل ان انا ما اعملش انجولار روتنج الا في حالات معينه هبقى نشرحها يعني في كورس. عايز السي اس اس لايبرري ايه؟ انا شخصيا بستخدم السي اس اس. هنا الانجولار سكيماتكس كريتد الابلكيشن بتاعنا، ولكن لسه بتسطب او بتنستول الباكجز بتاعت من ان بي ام. ندي بصه بقى على البروجكت بتاعنا، هنلاقي ان في فولدر اسمه سورس، ده اللي جوه منه اللوجيك كله بتاع انجولار. كل الفايلات اللي بره دي حاجات بيلد مالناش دعوه بيها دلوقتي، كده كده هنتعلمها طبعا، لكن كل الحاجات تيجي في وقتها. في معانا الفايل ده اللي اسمه انجولار دوت جيسون، برده مش هنفتحه دلوقتي لان هنتعلمه قدام شويه. ده يعتبر الكنترول بتاع انجولار، يعني اللي بنتحكم في الاوبشنز والحاجات واحنا بنكريت مثلا كومبوننت ولا اي حاجه في انجولار. بنتعامل مع انجولار دوت جيسون، وغالبا انت هتقعد فتره طويله كده وانت مبتدئ، مش هتفتح اصلا الفايل ده ولا هتحاول تلعب فيه، لكن مهم برضو ان انت تعرفه عشان في حاجات ادفانس شويه هنحتاج نظبطها، فهنحتاج بعدين نفتح الفايل ده. المهم احنا دلوقتي كل حاجتنا جوه فولدر السورس ده، ما تحاولش تفتح او تلعب في اي فايل تاني دلوقتي، هو ده اللي احنا محتاجينه. لما هتدخل هنلاقي ان جوه منه فولدر اسمه اب، هو ده جوه منه الموديول الاساسي بتاعنا. كلمه موديول في انجولار او ان جي موديول معناها الكونتينر الرئيسي اللي بيحتوي جوه منه كل الحاجات التانية، الحاجات زي كومبوننت زي بايب زي دايركتيف. هنتعلم طبعا المفاهيم دي كلها مع الوقت، ولكن مش عايز ادخل في نظري دلوقتي خالص. المهم ان احنا فاهمين ان بقى في حاجه اسمها ان جي موديول. ان جي دايما هي اختصار انجولار، فاي حاجه عايز تقول ان ليها علاقه بانجولار بتقول ان جي. فان جي موديول يعني موديول ليه علاقه بانجولار، لان كلمه موديول في حد ذاتها من غير انجولار، هي موديول دي مش حاجه في انجولار اصلا، دي حاجه في جافا سكريبت عموما. تقدر تعتبرها كده كانها ساند بوكسد فايل، يعني حاجه كده او كود او كلاس او اي حاجه بس مقفول على نفسه، دي بنسميها موديول. ان جي موديول يقصد بيها الموديول بقى بتاع انجولار تحديدا، اللي هو بيبقى بيجمع كل الحاجات التانيه بتاعت انجولار.
فهنفتح مع بعض كده هنلاقي عندنا الاب دوت موديول، ده يعتبر الموديول الرئيسي بتاعنا. جوه منه بقى كومبوننت، هو عامله كده زي حاجه سامبل كده يعني نتعامل معاها في السريع عشان نجرب بس. كل كومبوننت بقى في انجولار، كلمه كومبوننت يعني اي حاجه بتشوفها قدامك في الفيو، اي عنصر بتشوفه قدامك في الفيو ده في انجولار بنسميه كومبوننت. يعني شفت مثلا فقره كده جوه منها مجموعه تكستس ومجموعه صور ومجموعه حاجات، دي عباره عن فيو. جوه الفيو ده بقى فيوهات تانيه، يعني الصوره في حد ذاتها فيو، الكلام اللي مكتوب فيو، الهيدنج اللي مكتوب بخط اكبر شويه ده فيو تاني. فكل الفيوهات دي بتتجمع جوه فيو بتسميه كومبوننت. الكومبوننت ده في حد ذاته ممكن يبقى جزء من كومبوننت تاني اكبر منه. فتعامل مع كلمه كومبوننت ده على انه هو فيو، او نقدر نقول تحديدا كاستم فيو، يعني فيو معين احنا بنعمله ساعه ما بتيجي تستخدمه زيه زي الاتش ام ال تاج كده، بيكريت لك حاجه كده، يعني بيكريت لك فيو معين زي ما هنشوف دلوقتي حالا. فما تقلقش لو لقيت نفسك مش فاهم قوي. كل كومبوننت هو عباره عن فايل تي اس اللي هو ده، وفايل سي اس اس طبعا حسب الفريم ورك اللي انت استخدمته. احنا في الاول واحنا بننشئ ابلكيشن جديد قلنا ان احنا عايزين السي اس اس بتاعنا يبقى اس سي اس اس او سي اس فايل، وفايل الاتش تي ام ال. عشان نفهم الكلام ده طبعا في فايل سبيك غالبا مش هنيجي يمه دلوقتي خالص، لان في كورس تاني عن اليونت تيستنج، فمش هنشرح اي حاجه ليها علاقه بالسبيك، ونقدر كمان نمسحه بمنتهى الامان لان الفايل ده ما بيعملش حاجه جوه الابلكيشن بتاعنا، هو بيشتغل جوه مرحله التستنج اللي احنا طبعا مش هنستخدمها النهارده خالص. نفتح فايل ال HTML هنلاقي ان جوه منه كود HTML عادي خالص. فايل ال CSS طبعا اكيد انت فاهم ان CSS ده مسؤول عن الستايلنج بتاع الكومبلمنت بتاعنا او الفيو بتاعنا. يجي بقى الفايل ال TS او يعتبر الجافا سكريبت، ولكن باستخدام تايب سكريبت. فانت حر تستخدم جافا سكريبت او تستخدم تايب سكريبت زي ما انت عايز، ولكن انصحك دايما تستخدم تايب سكريبت عشان تستفيد بالتايبنج بتاعته. قدام شويه هنتعلم ازاي نستخدم الستريكت مود عشان نبقى كل حاجه يعني معموله صح الصح. احنا دلوقتي يعني بنقلب كده. طيب تعالوا ندي بصه الاول هو ايه اللي حصل ده، يعني الاكواد دي في الاخر هنعمل بيها ايه. فهنعمل هننفذ امر npm start. الامر ده عشان نشوف هو بيعمل ايه بالظبط هندخل على فايل package.json وندور في السكريبتس على start، هنلاقيه بيعمل ng serve. بما اننا اصلا مسطبين الانجلر سي ال اي جلوبالي فنقدر نستخدم الكوماند ده على طول، يعني نقدر نعمل ng serve على طول جوه التيرمينال، او خلينا للسهوله بنستخدم npm start عشان دي حاجه يعني متعارف عليها كده، ان دايما انت بتبدا المشروع بتاعك بالكوماند اللي اسمه npm start ايا كان هو بيعمل ايه وايا كان نوع المشروع ايه. فاحنا كتبنا npm start، هنستنى شويه لغايه ما بيجنريت البندل، يعني بيبيلد المشروع بتاعنا. بيبيلد يعني ايه؟ يعني بياخد فايلات التايب سكريبت بتاعنا بيحولها لجافا سكريبت، بياخد بقى فايلات ال HTML وبيعمل حاجه اسمها بايندنج بين ال variables وال properties اللي موجوده في الجافا سكريبت بالحاجات اللي موجوده في ال HTML. بيكومبايل التمبلتس، تمبلتس اللي هي ملفات ال HTML دي مش بتبقى بيور HTML، لا بتبقى مكتوبه كتمبلت زي ما هنتعلم قدام شويه. كلمه تمبلت يعني قالب كده بيديلك شكل بس، وانت بعد كده بتحقنه بالفاليوز اللي انت عايزها عشان يديلك النتيجه النهائيه. كل الحاجات دي انجولر بيعملها طبعا. بيبندل يعني بيجمع الريسورسز من اماكن مختلفه وبيحقنها وبيحطها مع بعض في فايل معين عشان يبقى بندل. كل الحاجات دي بتحصل خلف الكواليس، انت مش مطالب دلوقتي انك تعرف اي حاجه عنها، لكن انا بديلك فكره بس عشان تبقى فاهم انت قاعد بتستنى هو بيعمل ايه بالظبط. قدام شويه طبعا هنتكلم عن البيلدنج والكومبايلنج والبندلنج بالتفصيل، يعني هتبقى قادر تعمل ده بايدك، ولكن احنا دلوقتي عشان نبقى مركزين في حاجه محدده احنا دلوقتي عايزين ايه، نتعلم ازاي نعمل واجهه فرونت اند كده باستخدام انجولار. هو بيقول لي دلوقتي ان هو كومبايل سكسسفولي، احنا فهمنا هو بيكومبايل بيعمل ايه بالظبط. بيقول لك ان هو ليسننج في اللوكال هوست 4200، فهنفتح البراوزر بتاعنا على لوكال هوست 4200. هفتح البراوزر وادخل على لوكال هوست 4200 اشوف هو هيديني ايه. لقينا عمل لنا ابلكيشن كده، ده طبعا الابلكيشن الافتراضي زي ما انت شايف. كل حاجه من هنا عباره عن فيو او كومبوننت، يعني هو
عامل كومبوننت هنا بيبقى فيه صوره هنا وبيبقى فيه حاجه كده لونها ازرق مكتوب جواها اي حاجه، وبعد كده ايا كان الشكل اللي عامله فيه مثلا زراير هنا او لينكات او اي حاجه عاملها بطريقه معينه، تقدر تعتبر ان كل حاجه من اللي انا وقفت عليها دي عباره عن كومبوننت. زي ما انت شايف ان الكومبوننتس دي شبه بعض ولكن مختلفه في الفاليوز اللي جواها او الكونتنت او المحتوى اللي جواها، فنقدر نعتبرها ريوزيبل كومبوننت. يعني دي فكره الكومبوننت، ان انا بعمل تمبلت كده وببدا اديله فاليوز مختلفه علشان يرندر التمبلت ده بطرق مختلفه. تمام، يعني ممكن يبقى الكومبوننت بتاعي عباره عن الكونتينر ده او الزرار او ايا كان او الديف ده او ايا كان هو عامله ازاي، وطبعا بيبقى ليه خصائص معينه. يعني لما باجي اعدي عليه بالماوس زي ما احنا شايفين كده بيبدا يظهر بشكل جميل، جوه منه في تكست معين وجوه منه كمان في ايكون معينه، فانا ببدا اديله الحاجات دايناميكال. يعني بقول له بص استخدم الايكون دي والتكست ده جوه الكومبوننت دي. دي فكره الكومبوننت ببساطه، ان انا بكريت كاستم فيو، كل اللي انا بعمله بعد كده ان انا بديله فاليوز مختلفه عشان يرندر الكومبوننت بتاعنا بشكل مختلف. زي ما احنا عرفنا من شويه ان الكومبوننت عباره عن ثلاث حاجات، هو جزئيه ال HTML اللي احنا بنكتب فيها الكود اللي بيعمل لنا الحاجات دي. فانا مثلا متخيل، انا دلوقتي مش هدخل على الكود ومش هنتكلم هو فعليا بيعمل ايه، انا متخيل ان انا لو عايز اعمل كومبوننت زي ده او فيو زي اللي انا واقف عليه ده، انا هعمل مثلا ديف عباره عن مستطيل، هديله باك جراوند معينه، ممكن اديله دايناميكالي او حاجه ستاتيك، يعني بديله اللون ده اللي هو اللون الجراي فاتح قوي، وبحط جوه منه ديف تاني بيبقى متوسطا عباره عن ايكون وجنب منها تكست وجنب منها سهم. ده كده كود ال HTML. طيب ال HTML هو مش HTML قوي، احنا قلنا ان هو تمبلت. يعني انا باجي في اماكن معينه بتبقى في فاريبلز كده، فباجي في الكود ال TS او بنسميه كنترولر او اللي هو كود جافا سكريبت اكشولي، يعني بس بنكهه التايب سكريبت، ببدا اعرف له بروبرتيز اللي انا بعد كده هبدا اعمل لها بايندنج في ال HTML. انا عارف ان انت ممكن ما تكونش فاهم بنسبه 100% ايه اللي بيحصل، لكن حالا هتلاقي نفسك فاهم كل حاجه. انا عندي مجموعه بروبرتيز، زي مثلا بقول له الايكون دي انت عايزها تبقى ايه، انا عايز استخدم ايكونز دي تبقى فاريبل، يعني مش عايز اديله كومبوننت ثابت بعينه، وعايز اقول له انت عايز الليبل اللي موجود جوه الكومبوننت بتاعنا ده يبقى ايه، وعايز يبقى فيه سهم مثلا ولا لا، وممكن كمان اخلي الباك جراوند تبقى فاريبل هي كمان، اقول له انت عايز الباك جراوند بتاعت الكومبوننت بتاعك يبقى ايه، ممكن واحد يقول احمر اخضر جراي مثلا اي حاجه. يبقى انا بكريت الكومبوننت بحيث يبقى ريوزيبل، يعني مجرد بس بديله مجموعه فاليوز وهو بيكريت او بيرندر الكومبوننت بتاعنا بالطريقه اللي احنا عايزينها. طيب عايزين بقى نظبط الستايل، بندخل على فايل سي اس اس. يبقى احنا عندنا ثلاث فايلات، فهمنا هم بيعملوا ايه، فهمنا اصلا يعني ايه كومبوننت، وفهمنا يعني ايه تمبلت، وفهمنا يعني ايه بايندنج. بايندنج يعني باخد فاريبلز من الكنترولر اللي هو فايل التي اس وبروح احقنه في التمبلت بتاعنا عشان يرندر في الاخر او يظهر في الاخر بالشكل اللي احنا شايفينه وبالفاليوز اللي احنا استخدمناه. ده باختصار كده شكل الحوار بتاعنا او شكل الموقع بتاعنا. نرجع بقى للكود بتاعنا، زي ما احنا شايفين انا هصغر بس ايه التيرمينال بتاعنا ده عشان نشوف الفايلات من جوه عامله ازاي. انا ما يشغلنيش الصراحه انجولر عملت الاب ده ازاي، فهشيل كل ده وهبدا هغير في كود ال HTML. انا لسه ما حطيتش اي كود، هفتح كده هلاقي ان الكود ال HTML اللي انا حطيته اتغير. ده بفضل ان الامر بتاع ng serve بطبيعته بيستخدم حاجه اسمها watch، يعني كل ما بغير حاجه في الكومبوننت او في الكود بتاعي بيجنريت تاني بسرعه، بيجنريت بس الحته اللي هي اتغيرت دي وبيابديت او بيرفرش البراوزر بتاعي عشان اشوف الكود الجديد. عايزين بقى نعمل صفحه بسيطه ونستخدم فيها التكنيكس بقى بتاعت انجلر عشان نتفرج هو انجلر اصلا كان بيعمل ايه غير طب ما انا ممكن كنت اعمل الحاجات دي بجافا سكريبت عادي وب اتش تي ام ال وسي اس اس، فهنشوف انجلر بيعمل ايه. نعمل مثلا ديف، هنحط جوه منه مثلا تايتل هيبقى عباره عن اتش 1، هنسميه الكورس نيم وكورس تايتل اي حاجه، وبعدين هنعمل ديف تاني جوه هنحط جوه منه الكورس ديسكريبشن
نفتح نبص كده هنلاقي عمل لنا الشكل اللي احنا شايفينه ده. كل ده جميل، ولكن انا عايز الكلام ده بقى يبقى دايناميكالي. يعني انا عندي كورسات كتير جدا، هطلع الكورس من الداتابيز ابعته له يعرضه لي كده. يعني انا عايز مثلا ايه، يبقى عندي مربعات كتير، كل مربع يبقى فيها كورس. عايز يقول لي مثلا ان كورس الانجولر بالديسكريبشن بتاعه مثلا باللينك اللي هو هيدخلني الكورس، بجنب منه بقى في مربع تاني هيبقى فيه كورس مثلا نود جي اس بالديسكريبشن بتاعه، جنب منه مثلا كورس رياكت او الكورسز عموما اللي انا بديها. انا عايز اعمل صفحه كده واجهه يبقى فيها كل الكورسز اللي انا بديها، بس مش هقعد بقى ايه اقعد اكتبها بنفسي، لا انا هطلع الحاجات من الداتابيز هديها للكومبوننت بتاعنا بشكل دايناميكالي وهو هيكريتها. فهدخل بقى على السي اس اس كده او على فايل التي اس زي ما اتفقنا، ده اللي بيبقى جوه منه الفاليوز بقى نفسها. هنا احنا عملنا تمبلت زي ما احنا شايفينه، عباره عن اتش تي ام ال عادي جدا، ولكن هيبقى فيه شويه مميزات. يعني هو اتش تي ام ال بس اقدر هيبقى جواه اكواد جافا سكريبت بسيطه كده. ندخل بقى جوه الاب كومبوننت. انا مش غنيش دلوقتي الاب كومبوننت نفسه عامل ازاي، ولكن خلينا ندي بصه سريعه كده ان في حاجه اسمها الديكوريتور. دي حاجه مش في انجولار نفسها، دي حاجه في تايب سكريبت. الديكوريتور زي ما احنا شايفين، انا عندي كلاس هنا بقوله اكسبورت كلاس اب كومبوننت. انا بصراحه مش عايز اشرح تايب سكريبت قوي او مش عايز اتعمق فيها قوي، لان في كورس تاني عن تايب سكريبت، بس انا في مفاهيم كده معينه عايز ايه تفهمها في السريع. انا ليه بعمل اكسبورت؟ عشان مش هقدر اكسس او مش هقدر استخدم الكلاس ده الا لو هو اكسبورتد، مش هقدر استخدمه من فايل تاني الا لو هو اكسبورتد، غير كده اعتبره كانه برايفت. فانا عندي كلاس هنا اسمه اب كومبوننت، جوه منه الفاليوز الحاجات اللي انا او البروبرتيز اللي انا عايز احط لها قيم دايناميكالي. فوق منها هنا زي ما انت شايف ان دي حاجه اسمها ديكوريتور. الديكوريتور ده بيتكتب بالطريقه دي ات وبعدين اسم الديكوريتور، وبعدين بنفتح قوسين كانه زي الفانكشن عادي جدا، بس بيبقى قبل منه اد، ده بيتحط فوق الاليمنت اللي احنا عايزين نعمله ديكوريشن. الديكوريتور ده فائدته ان احنا نعتبر كاننا بنمرر له ميتا داتا معينه عشان يكريت بعد كده الكلاس ده بطريقه معينه. فزي ما احنا شايفين بنعرف له بعض الاوبشنز كانه زي اي فانكشن بالظبط. بقول له ان السيلكتور بتاعنا هيبقى اسمه اب روت. السيلكتور ده في انجولر معناها ان تقدر تستخدم الكومبوننت ده جوه كومبوننتس ثانيه بالطريقه دي. يعني زي ما انت شايف مثلا في ال HTML element انا عندي elements هنا اسمها مثلا div و element اسمها h1. انا بقى بقدر استخدم ال elements بتاعت angular اللي انا انشاتها بنفسي بنفس الطريقه. يعني لما اقول له root كده يبقى انا يعني بقول له حط لي الكومبوننت اللي اسمه root هنا. تمام؟ طبعا ده الكلام ده هنعمله في كومبوننتس ثانيه. يعني لو انا عندي كومبوننت كبيره بجمع منها كومبوننتس ثانيه من ضمنها الكومبوننت بتاعنا ده، فبستخدم الكومبوننت بالطريقه دي. يعني السيلكتور ده اعتبره كانه بالظبط زي ال HTML تاج زي div و h1. انا عملت واحد كاستم كده لنفسي. تمبلت يو ار ال زي ما احنا عارفين التمبلت طبعا هو فايل ال HTML ده اللي هو جواه اكواد HTML بس تمبلت، يعني اقدر جوه منها فاريبلز مثلا جوه منها بعض العمليات اللي اقدر اعملها. فايل الستايل اللي هو فايل السي اس اس مش محتاج شرح طبعا. ندخل بقى جوه الكلاس. اهم حاجه عندي في الكلاس هو البروبرتيز بتاعتي. فخلينا ندخل على كود الاتش تي ام ال ده نحوله لتمبلت. انا عندي الكورس تايتل ده هعمل فاريبل اسمه كورس تايتل، او خلينا نسميه كورس تايتل. طبعا هو هنا بيديني ايرور ان مفيش حاجه اسمها كورس عشان انا لسه ما عملتش كورس اصلا. وحاجه هنا هسمي ده كورس ديسكريبشن. الفرق بين اللي انا عملته هنا واللي انا كنت عامله من شويه ان دي كده عباره عن فاريبلز. انا بحطها بين الاقواس اللي انت شايفها قدامك دي بقت فاريبل. يعني انا بقول له هات لي بقى الكورس تايتل فاليو بتاعها كام او الفاليو بتاعها ايه وحطوه لي هنا، والديسكريبشن الفاليو بتاعها ايه وحطوه لي هنا. فتعالوا بقى نعمل واضح طبعا ان انا استخدمت كورس ده كاوبجكت. فتعالوا بقى نعمل كورس هنسميه هنعمل اوبجكت هنسميه كورس. والكورس ده واضح ان هو بياخد تو بروبرتيز، واحد اسمه تايتل هنسميه ديبو كورسز
او خلينا نسميه التايتل بقى بتاع الكورس اللي هو انجولار كورس. وعايزين الديسكريبشن، هنخليه مثلا practical course. باي دي طبعا مهما سيفنا لقيناه بيعمل generating تمام، وهي ابديت بقى البيج بتاعتنا بالكونتنت الجديد. زي ما احنا شايفين هنا الموضوع بقى dynamically، يعني اخد البروبرتيز اللي انا كنت حاططها هنا في الكنترولر اللي هو فايل التي اس، وعمل لها انجكت او حقنها في مكانها في التمبلت. يعني جوه التمبلت هنا حط في الاتش 1 حط التايتل بتاع الكورس، وبعد كده في الديف اللي بعده حط الديسكريبشن بتاع الكورس. تعال نبص كده هنلاقيه فعلا عمل كده. طيب تعالوا ندي بصه سريعه على فايل السي اس اس. هنقول مثلا ان الاتش 1 مثلا، يعني ده مجرد كده كود اهبل، هنديله مثلا كلر، اي كلر معين، جرين مثلا تمام، هو كومبايل ده خلاص. فهنفتح نلاقي يعني كود سي اس اس عادي، بس انا عايزك تنتبه لحاجه واحده بس مختلفه عن السي اس اس اللي انت متعود تستخدمه. صحيح هو باين كانه كود سي اس اس عادي، لكن هو مش عادي. الكود ده بيبقى انكابسوليتد، يعني ايه؟ يعني مش بيأثر غير جوه الكومبوننت ده بس. يعني انت في العادي لما يكون عندك كود اتش تي ام ال، لو انت استخدمت كود زي ده سي اس اس زي ده وقلت له اتش 1 انا عايز الاتش 1 يبقى لونه اخضر، هتلاقي كل الاتش 1 في الصفحه كلها بقت لونها اخضر، ده لانك ما حددتش سيلكتور معين. لكن في حالتنا هنا الكود ده مش بيتطبق غير على الكومبوننت ده بس، يعني الاتش 1 اللي جوه الكومبوننت بتاعتنا دي بس هي اللي هيبقى لونها جرين. طيب كده احنا اتعلمنا شويه حاجات، فهمنا الاستراكشر بتاع الانجولار بصفه عامه، فهمنا ان في حاجه اسمها كومبوننت، وقلنا ان الكومبوننت ده الفيو اللي بيبقى موجود قدامي، الكومبوننت نفسه ممكن يبقى جوه منه كومبوننت. فهمنا ان الكومبوننت عباره عن ثلاث حاجات، فايل الاتش تي ام ال اللي هو عباره عن تمبلت. يعني ايه تمبلت؟ يعني كود اتش تي ام ال عادي خالص، بس بيبقى جوه منه شويه حاجات دايناميكال، يعني اقدر استخدم فاريبل زي ما احنا عملنا دلوقتي كده، واقدر اعمل شويه عمليات كده بسيطه جوه التمبلت مباشره. بعد كده بديله بقى الفاليوز للفاريبلز دي عشان يحقنها جوه التمبلت ويرندر الكومبوننت بتاعي او الفيو بتاعي بالقيم اللي انا مديها له. فايل السي اس اس او سي اس اس او ايا كان انت بتستخدم ايه، هو عباره عن كود اتش كود سي اس اس عادي خالص. الفرق بينه وبين كود السي اس اس العادي ان هنا في انجولار الكود اللي بيتكتب جوه الكومبوننت ما بيتطبقش غير على الكومبوننت بس، لكن في العادي لما بتكتب كود شبه ده بيتطبق على كل الاليمنتس اللي في الصفحه كلها، يعني كل الاتش 1 هيبقى لونهم اخضر. نيجي بقى الفايل الثالث، الفايل الثالث ده اللي فيه اللوجيك كله اللي انا بديله بقى القيم وبعرف الفاريبلز وبعرف الميثودز زي ما هنتعلم كمان شويه. اللي يهمني في الموضوع ان ده الكلاس بتاعنا، الكلاس بتاعنا جوه منه مجموعه بروبرتيز، اقصد بروبرتيز هي الفاريبلز اللي جوه الكلاس. انا عندنا اوبجكت اسمه كورس، فبالتالي اقدر استخدمه جوه التمبلت بتاعنا مباشره. دي بنسميها عمليه بايندنج. عمليه بايندنج يعني بياخد الفاليو بتاع الكورس من الكنترولر اللي هو فايل التي اس، وبيروح يحطه في التمبلت اللي هو فايل الاتش تي ام ال. فانا لو غيرت مثلا، لو زودت مثلا كده، ايه اللي حصل اول ما عملت سيف؟ طبعا عملت جنريت. فعشان في عمليه بايندنج هنا، يعني بياخد الفاليو دي بيروح يحطها في مكانها في التمبلت، فانا عارف ان هو جه هنا وراح حاطط الفاليو الجديده بتاعتنا وزود الكلام اللي انا كنت كاتبه ما بين قوسين. كده احنا فهمنا الكنترولر او فهمنا الكومبوننت، وقلنا ان ده عباره عن ثلاث حاجات، تمبلت اللي هو فايل اتش ام ال، وستايل اللي هو فايل سي اس اس او اس سي اس اس او ايا كان، والكنترولر اللي هو اللي بيبقى جوه منه اللوجيك نفسه اللي هو فايل التي اس، ده مكتوب بتايب سكريبت، ده بيبقى جوه منه كلاس عادي جدا، كلاس زي ما احنا شايفين عادي جدا، جوه منه البروبرتيز او الفاريبلز بتاعتنا بس. بيختلف عن الكلاسز اللي انت متعود عليها ان في ديكوريتور. الديكوريتور دي حاجه مشهوره ولكن مش كل الناس طبعا بتستخدمها، فانا عشان كده شرحتها باستفاضه شويه. الديكوريتور تقدر تعتبرها زيها زي الفانكشن بالظبط، كان في فانكشن اسمها كومبوننت وانا عملت لها كول، يعني فتحت القوسين دول ودخلت لها الاوبشنز اللي هي بتاخدها. الفرق بينها وبين الفانكشن العاديه ان انا بحط لها علامه الاد دي
وبحطها قبل الاليمنت اللي انا عايز اطبق عليه الديكوريشن. الكلام ده معناه ان انا انشأت كلاس، بس انا عايز الكلاس ده انجولار بقى هيستخدمه بطريقة ما، فهو بيبقى محتاج يعرف شوية معلومات عن الكلاس ده. يعني عايز يشوف انت بتربطه بفايل HTML اللي هو انه، فانا بقول له ان ده الباص بتاع الفايل HTML، واربطه لي لو سمحت كمان بالفايل CSS ده، وادي له السليكتور ده. فهمنا السليكتور ده زيه زي ال HTML تاج بالظبط، بس حاجة كاستم لينا احنا اللي عاملينها. عايزين بقى نطور الموضوع اكتر ونبدأ ندخل في امكانيات نتعمق اكتر بقى في انجلر. فتعالوا مثلا ايه نزود كده حاجة بسيطة خالص، هنعمل ديف كمان مثلا، وهنكتب اسم الاوثر. طيب هل انا عندي هنا اوثر؟ هل انا عندي اوثر؟ لما نبص كده في الاوبجكت بتاعنا مفيش اوثر. طب عايز اقول له لو في اوثر، مثلا هعمل كده، خلينا نزود هنا الاوثر. نجنريت تاني، نبص هنلاقيه ايه، حطينا الاوثر اللي هو شريف الدين. طيب لو انا جيت بقى شلت الاوثر فاليو دي بقى فاضي، لما نبص كده هنلاقي ان الاوثر فاضي. لا انا عايز اقول له ما تكتبليش كلمه اوثر دي الا لما يكون في اوثر فعلا. فهقول له حاجه هنا، هقوم قايل له ايه، هقول له اف، هقول له ان جي اف يساوي كورس اوثر لا يساوي فاضي. يعني لو الكورس اوثر ده مش بالقيمه فاضيه هتعمل لي الكلام ده، تمام؟ فزي ما احنا شايفين ان هو ايه شال كلمه اوثر. ليه؟ عشان اقول له لو في اوثر فعلا هتكتب لي اوثر فلان، طب لو مفيش، تمام؟ فهنرجع بقى هنا شريف الديب تاني ونلاقيه كتب لي اوثر شريف الديب. يبقى هو يا اما كتب الجمله على بعضها، يا اما كتب اوثر وبعدين الفاليو، يا اما شالها كلها خالص. دي بقى الخاصيه دي بقى كده حاجه اسمها دايركتيف. يعني ايه دايركتيف؟ حاجه كده زي في اتش تي ام ال الاتريبيوت. لو نفتكر الاتريبيوت مع بعض، يعني انا عندي مثلا اتش 1 ده كان ممكن ادي له اتريبيوت زي ستايل مثلا، ممكن ادي له اي دي، اي دي بيساوي مثلا تايتل، ممكن ادي له كلاس، ممكن ادي له حاجات كتير. دي كده في اتش تي ام ال بنسميها اتريبيوت. الدايركتيف في انجلر هي عباره عن اتريبيوت بالنسبه للكومبوننت. زي ما احنا شايفين كده ان الاتريبيوت بتاعتنا اللي هي ان جي اف دي اسمها دايركتيف، شبه الاتريبيوت بتاعت الاتش تي ام ال بالظبط. الفكره بتاعتها انها بتتحكم في الكومبوننت نفسه، يعني بقدر اتحكم في الكومبوننت عن طريق الدايركتيف ده. الدايركتيف بتاعتنا اللي هي ان جي اف بتطبق قاعده اف، يعني بقول له لو الكونديشن ده اتحقق هتنفذ الكومبوننت نفسها، ما اتحققش ما تعملش حاجه. بتبدا بان جي زي ما اتفقنا ان اي حاجه ليها علاقه بانجلر بتبدا دايما بان جي، وعلامه الستار اللي في اولها دي عشان يميزها ما بينها وما بين الكاستم دايركتيفز اللي احنا نقدر نعملها بنفسنا عشان نتحكم في الكومبوننتس بشكل اكتر. فدي تاني حاجه هنتعلمها النهارده، احنا اتعلمنا الكومبوننتس، هنتعلم كمان دايركتيف. اتفقنا ان الدايركتيف فايدتها انها زي الاتريبيوتس كده بنتحكم بيها في الكومبوننت، يعني تقدر تعتبرها الاوبشنز بتاعه الكومبوننت. زي ما احنا شايفين هنا ان كلمه شريف الديب مكتوبه عادي، اول حرف بس كابيتال والباقي كله لور كيز او حروف سمول يعني.
طيب لو انا عايز اجبر التمبلت ده ان هو يبقى ليه فورم معينه، يعني انا عايز مثلا ان كلمه شريف الديب دي يبقى كلها حروف كابيتال، عايز احولها كلها كده لابر كيس، لكن في نفس الوقت الداتا دي زي ما اتفقنا ممكن تكون بتجيلي من داتابيز او من ريموت سيرفر او من اي اكسترنال ريسورسز، فهجبره ازاي ان هو لازم يكتب لي الحروف تكون كابيتال؟ لا، انا باخد منه الفاليو زي ما يبعتها لي زي ما يبعت، وبعملها ترانسفورميشن وبحولها انا من الفاليو اللي هو بعتها لي للفاليو تكون بالطريقه اللي انا عايزها، انا عايز احولها لابر كيس. فبعمل ايه؟ في طريقه سهله جدا، انا بحاول بستخدم بايتس زي ما احنا شايفين، انا جوه الفاريبل بتاعي اللي هو كان اسمه كورس دوت اوتر عملت له بايب، العلامه دي معناها بايب، وقلت له اعملها لي ابر كيس. الطريقه دي كاني كده كاني جيت عملت له فانكشن اسمها ابر كيس في الجافا سكريبت يعني، ورحت حطيت له الفاليو بتاعتنا دي جواه كاني عملت كده. فبالطريقه دي انت تتوقع انه حصل ايه؟ انه حصل ان جاب الفاريبل اللي اسمه اوثر وراح محول كل الحروف بتاعته لابر كيس. طبعا احنا هنا في التمبلت بنكتبها بالطريقه دي، ممكن نطبق كذا بايب في نفس الوقت، وممكن كمان ندي او نمرر اوبشنز لكل بايب. فتعالوا نشوف النتيجه هل زي ما احنا متوقعين ولا لا. زي ما احنا شفنا ان هو حول الفاليو بتاعتنا من طريقه لطريقه ثانيه، عمل كل الحروف تكون ابر كيس، دي بنسميها بايب. ودي تالت حاجه هنتعلمها مع بعض، طبعا هنتعلم لسه بالتفصيل وهنتعمق جدا وهنعمل كل الحاجات بنفسنا، يعني هنعمل كاستم بايبس. دي تالت حاجه احنا اتعلمناها، احنا اتعلمنا الكومبوننت وقلنا ان ده الفيو اللي موجود على الشاشه، اي حاجه بنشوفها قدامنا على الشاشه اسمها كومبوننت، يعني كل اللي احنا شايفينه ده اسمه كومبوننت، قد يكون جوه منه كومبوننتس ثانيه اصغر منه. وبعدين اتعلمنا الدايركتيفز، ودي حاجات بنتحكم بيها في الكومبوننت، واخدنا دايركتيف كده كمثال اللي هو اسمه ان جي اف، وده بنتحكم في الكومبوننت يا اما الكومبوننت نفسه يظهر او ما يظهرش. طبعا نقدر نتحكم في اي حاجه لها علاقه بالكومبوننت بالالوان مثلا، احنا شفنا ان انجلر كورس دي انا اتحكمت فيها عن طريق سي اس اس، لكن انا اقدر اتحكم فيها كمان عن طريق دايركتيف، اعمل دايركتيف اسميه مثلا كلر او اسميه كومبوننت كلر، اتحكم في الكلر عن طريق الكومبوننت. هتقول لي ايه الفرق؟ الفرق ان سي اس اس ده بيبقى فايل باندلد، يعني بيبقى حاجه كده انا ببقى كاتبها هارد كودد، لكن لو انا عايز اتحكم في حاجه دايناميكالي، يعني عايز مثلا اجيب فاليوز من داتا بيز او اتحكم فيها دايناميكالي باي طريقه، يبقى انا بستخدم دايركتيف عشان اتحكم في الكومبوننت، مش بس في الستايل بتاع الكومبوننت، لا في اي حاجه تخص الكومبوننت، في الفاليوز، في الستايل، في الترانسفورميشن، في اي حاجه ليها علاقه بالكومبوننت، حتى في ظهور الكومبوننت نفسه بتحكم فيها عن طريق الدايركتيفز. تالت حاجه اتعلمناها النهارده هي البايبس، ودي بتتحكم في الفاليوز اللي بمررها للتمبلت، يعني اقدر اعمل ترانسفورميشن للفاليو زي ما مثال اخدناه اللي هو الابر كيس، انا باخد كلمه زي ما تيجي وبحول كل حروفها لكابيتال. طبعا اقدر اطبق اي فانكشن تعجبني تعمل لي ترانسفورميشن على الفاليوز اللي بتجيلي، دي تعتبر الحاجات الاساسيه في انجلر. طيب حاجه رابعه كمان بالنسبه لي مهمه انك تتعلمها هي السيرفيس. لو انا جوه كود جافا سكريبت وحبيت اعمل عمليه تقيله شويه، يعني مثلا هروح اجيب داتا من قاعده البيانات زي ما هنشوف دلوقتي، او هنعمل مثلا اتش تي بي ريكوست عشان نتواصل مع سيرفر تاني، دي بتبقى عمليه تقيله او العمليات اللي بتاخد وقت طويل، فبدل ما بنكتبها جوه الكود هنا مباشره، لا بنعمل لها سيرفيس عشان تشتغل في الباك جراوند. ده يعتبر التطوير اللي احنا هنعمله في المرحله الجايه، ان احنا هنخلي الكود بتاعنا يبقى دايناميكالي اكتر، هنجيب الفاليوز بتاعتنا بدل ما احنا كاتبينها كده هارد كود جوه الكود بتاعنا، لا هنروح نجيبها من سيرفر بعيد او من داتا بيز ونجيبها ونرجع بيها، والكومبوننت نفسه هيبقى دايناميك اكتر، يعني بدل ما هو يعني هنتعلم ازاي نجيب نعمل كومبوننت بينادي على كومبوننتس ثانيه، وهنتعلم طبعا الايفنتس وهنتعلم السيرفيسز وهنتعلم حاجات كتير في المرحله الجايه، ولكن احنا دلوقتي بقى عندنا الاساس، عملنا كومبوننت، عملنا دايركتيف، عملنا بايب، وعملنا موقع بسيط جدا 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 بقى.